السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع نتاع خط السكك الحديدية نتاع الهضاب العليا اللي ما بقاش فيه بزاف الحقيقة، مازال جزء نتاع حوالي 180 كيلومتر بين تيارت وتسمسلت، وكذلك بعض الأجزاء القليلة جدا اللي يعني الأشغال راهي واصلة حوالي 80 إلى 90% من هذا الخط نتاع السكك الحديدية نتاع الهضاب العليا. إذا اليوم نديرو فيديو على هذا الخط تحت إشراف الوكالة الوطنية لتسيير المنشآت السكك الحديدية ودراسة وإنجاز في مدى السكك الحديدية، إذا واللي نخليكم تشوفوا هذا الفيديو الرائع من إنجاز الوكالة هذه. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.